مقصد تعاليه الحمد لله اللي رانا نوصلوا للمرمى ونخلقوا فرص، لانه المشكل لو تبدا تطرح تساؤلات لما ما تكريش فرص، هذاك هو المشكل. سي فري كو اليوم سجلنا 4 اهداف، كنا قادرين نسجلوا اكثر من 4 اهداف. هذه النقطة لازم علينا انه نحسنوها في التدريبات ونديروا عمل خاص خاصة مع المهاجمين، وهذا اللي يخليهم باش في المستقبل ان شاء الله الفرص هذه ان شاء الله ما تكونش في المستقبل ما تكونش بزاف بزاف نراطيو بزاف.